السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. لماذا كثر من يسمون معارضة سعودية في الخارج في هذه السنوات الأخيرة؟ وكل شوي طالع لنا واحد، خصوصا بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم السروري وغيرها من التيارات والأحزاب واعتبارها كيانات إرهابية. وهل خروجهم بهذا الشكل المتتابع مجرد صدفة أم شيء مخطط له ومرتب؟ وما هي سياسة الإنهاك للسعودية التي تتبعها تلك الجماعات والتيارات والأحزاب والدول الداعمة لهم؟ ولماذا كانت السعودية مستهدفة أكثر من غيرها من الدول في كل وقت وفي كل زمان وفي كل حين ومن كل الأطياف ومن كل المذاهب ومن كل التيارات؟ وما إن يظهر تنظيم أو جماعة أو مذهب سياسي أو ديني أو فكري إلا ويجعل السعودية عدوه الأول؟ وما هي اتجاهات ما تسمى معارضة سعودية في الخارج؟ وخلونا نسولف معكم عن هذا الموضوع. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك، ولا تنسى أن اللايك الذي تضعه لهذه الحلقة لا يضرك وينفعنا ويجعلها اليوتيوب من ضمن المقترحات حتى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. كما يسرني تواصلك على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، على تويتر وعلى السناب وعلى التيك توك، وتجد روابطها في الأسفل. وفي السناب نرد على أسئلتكم وعلى استفساراتكم، وناخذ ونعطي معكم في أحاديث كثيرة وأحيانا بعيدة عن السياسة. وكما عودناكم، بسم الله نبدأ. منذ تأسيس الدولة السعودية الثالثة وإعلانها في عام 1351 للهجرة الموافق 1932 على يد أسد الجزيرة العربية وفارسها الملك عبد العزيز رحمه الله، والسعودية من وقتها صخرة صلبة وسور عالي لا يستطيع أحد تجاوزه أو القفز عليه. وكلما ظهر في عالمنا العربي والإسلامي حركة مخالفة لأهل الإسلام أو مذهب هدام عقدي أو فكري مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة إلا وكانت السعودية غصة في حلقه ورمد في عينيه، فصار للروافض دولة، وظهرت الشيوعية وتبعتها القومية العربية والناصرية وتبعتها البعثية بشقيها العراقي والسوري، وظهرت حركات التصوف الغالي والبدع المنكرة. فكان عدوهم الأول هي السعودية، وناصبوها العداء المر، فكانت السعودية الهم المقيم لهم. فوجود هذه الدولة بحكامها وبمنهجها وعلمائها وشبابها ومكانتها الضخمة رقم صعب وسور عالي لا يمكن تجاوزه. هل تستطيع الرجعية الحاكمة في السعودية أن تقمع الآمال المشروعة والأحلام الجياشة في صدور الآلاف من شباب شبه الجزيرة العربية؟ أبدا، لن تستطيع الرجعية السعودية أن تحقق ذلك. ثم ظهرت بعد ذلك ما تسمى تيارات الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين والحزب السروري، وهم إن صمتوا فترة عن العداء للسعودية لأنهم كانوا مستفيدين في وقتها من التمدد داخل المجتمع السعودي. ولما صارت الضربة القاصمة على يد عطيب الضرائب وتم قلع شوكهم وإبادة خضراءهم، أظهروا العداء المستحكم وكشفوا كل الوجوه، بل حتى جماعة التبليغ ذات الملمس الناعم والمبتعدة ظاهريا عن السياسة كما يقولون. لما قامت السعودية بحظر أنشطتهم خرج شيوخهم يصرخون بالتكفير، فهذا المدعو سلمان الندوي أحد أكبر شيوخ هذه الطريقة. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ثم ظهرت بعد ذلك جماعات الغلو المعاصر كالقاعدة وداعش وما تفرع عنها. وجهت هذه الجماعات كل تهديدها ووعيدها ليس لإسرائيل عدوة المسلمين التاريخية، وليس لإيران عدوة أهل السنة التاريخية، وإنما كالعادة وجهت عداوتها وخطابها التحريضي إلى السعودية تحديدا، وتعدى التحريض إلى عمليات القتل والتفجير، فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. كل هذه الجماعات والأفكار
الأفكار والتيارات والمذاهب ترى في السعودية عائقا أمام مشاريعها ومفسدا لخططها وقاتلا لمستقبلها، فربما يختلفون في كل شيء إلا على عداوة هذا البلد فإنه يجتمعون، فتجد القاعدي بكتف الرافضي والإخواني بكتف النصراني والداعشي بكتف الحوثي، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. زعزعة هذا البلد ومحاولة إسقاطه لن تتوقف، بل تتلقى الدعم الهائل من كل تلك الأطراف والتيارات والمذاهب والدول الداعمة لهم، فالحملات الإعلامية لا تهدأ أبدا، وما إن يظهر من أبناء هذا البلد من يقول أنه معارض، سواء كان جاسوس انكشف أمره وفر هاربا، أو متورط في قضايا أمنية، أو سارق لأموال، أو متعاطي لمخدرات، أو منحل أخلاقيا، وما إن تظهر مثل هذه النوعيات حتى تتكالب تلك الفرق والجماعات والأحزاب والدول الداعمة لهم على دعم هذا المعارض وإشهاره والصرف عليه بمبالغ طائلة. هناك تخطيط محكم في إظهار من يسمون معارضة سعودية في الخارج بصورة متتابعة، خصوصا بعد اقتلاع الجماعات والأحزاب من السعودية، ففي كل فترة من الزمن متتابعة يظهر شخص أو شخصين ليقول أنه يعارض الحكومة السعودية، وهذا ليس مصادفة أو عمل اعتباطي، بل هو أمر مخطط له ومدروس. ففي كتاب إدارة التوحش للمدعو أبو بكر ناجي، والذي يعتبر دستور تنظيم القاعدة وداعش من بعده وكل الجماعات القتالية، مؤلف هذا الكتاب قسم إسقاط الدول إلى مراحل، وسمى المرحلة الأولى شوكة النكاية والإنهاك، والمقصود بها إنهاك العدو وإرهاقه عبر استهدافه بمجموع من العمليات حتى ولو كانت صغيرة الحجم وصغيرة الأثر، بل حتى قال ولو ضربة بعصا، لتتصاعد هذه العمليات لاحقا. استراتيجية الإنهاك تطبقها تلك الجماعات والمذاهب والدول الداعمة لها ضد السعودية، وتحديدا في دعم من يسمون معارضة سعودية في الخارج، والهدف إنهاك السعودية أمنيا واقتصاديا وتشتيت جهودها والعمل على جعلها لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها حتى تضعف وتنهار. فعلى مدار اليوم والأسبوع والشهر والعام حملات لا تتوقف ليتم الإنهاك، وهذا أصبح واضح جدا لا يحتاج إلى دليل. لكن فات هذه التنظيمات والأحزاب والدول الداعمة لها أننا أطول بالا وأكثر صبرا، وكل حملة فاشلة تزيدنا ثباتا ويقينا، وقد اعتدنا هذه النوعية من الحروب وألفنا أساليبها. وحسب متابعتي البسيطة لما تسمى معارضة سعودية في الخارج، فإنها قد مرت بعدة مراحل أو عدة تقلبات حسب التسلسل التاريخي وحسب كمون تلك الجماعات أو ظهورها والدول الداعمة لها. أستطيع أن أقسمهم إلى عدة أصناف أو إلى عدة أجيال. الجيل القديم وهو جيل سعد الفقيه ومحمد المسعري وكل شلة ما يسمى الإصلاح، وهؤلاء تربوا على فكر جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وخصوصا كتب سيد قطب، والتي ترى العالم والحكام كفار مرتدون طغاة، وأن الأصل هو مجابهتهم ومصارعتهم ولا بد من الصدام معهم. ويستحضر الإخوان السعوديون التجارب المصرية لسيد قطب وجماعة الإخوان المصرية وصراعاتهم مع الحكومات المصرية المتتابعة. تشرب الإخوان السعوديون التجربة المصرية وأرادوا نقلها إلى المجتمع السعودي، مع الفارق الهائل بين المجتمعين، فالمجتمع السعودي متدين بطبعه ولم تدخل عليه أفكار الإلحاد أو الماركسية أو الشيوعية أو حتى التنصير، والدولة السعودية في كل حكامها المتتابعين تعلن تطبيق الشريعة ودستورها يقوم على القرآن والسنة، والمحاكم الشرعية يتحاكم إليها الناس، والمساجد تضج بالمصلين، والعلماء لهم قدرهم ووزنهم. لكن الإخوان السعوديون لحمقهم وقلة عقولهم وتفاهة أفكارهم وسوء ما تربوا عليه أرادوا خوض التجربة المصرية في المجتمع السعودي. يسمي أحد الباحثين الغربيين الإخوان السعوديون في فترة التسعينات يسميهم ثائرون بلا قضية، فهم يريدون أن يثوروا والسلام، استلهاما للتجربة المصرية. سعد الفقيه القادم من الزبير في العراق كان هو المكينة التي تحرك كل هؤلاء داخل السعودية في التسعينات، وكان يجمع ويرتب ويكتب ويراسل ويحث ويحظ، لكنه كان جبانا نذلا وقحا، فكان يقدمهم ويتأخر هو ويقنعهم بالفكرة ويضمر غيرها ويجمعهم ولا يظهر في الصورة. وهذا ما قاله هو بنفسه وما قاله من اشتغل معه طوال فترة التسعينات أمثال محسن العواجي. من الأشياء الظريفة التي كان يقولها سعد الفقيه أن المخابرات البريطانية وعدته بتعيينه حاكما للسعودية في حال سقوط النظام السعودي، والأظرف
أن هذا المخبول كان يقول لمن حوله أن سقوط النظام السعودي مسألة وقت فقط، وأنه في ظرف أسابيع إن لم يكن أشهر سيسقط النظام السعودي، بل قال لمن حوله بعد هروبه إلى لندن: لا تفتحون شنطكم، بنرجع قريب. سعد الفقيه يرى نفسه الآن أنه هو أبو المعارضة وعرابها، وكل معارضة لا تخرج من تحت يديه أو من تحت عباءته أو بمباركته وإشرافه، فهي كما يسميها لعب عيال، ويتضايق من كل وافد جديد، لأن أموال الداعمين تتجه إلى غيره ممن هو أصغر سنا منه وأكثر حماسة، وكثيرا ما يغمز في أحاديثه الآخرين من زملائه ويقلل من أعمالهم، لكنه كعادته لا يصرح حتى لا يخسرهم، وحتى لا يكشفون ما هو مستور عنه كما يفعل محمد المسعري معه. وأقرب مثال على ذلك موقفه من حزب التجمع الوطني. سعد الفقيه الآن حرفيا بندقية مستأجرة يبيع خدماته لكل أجهزة المخابرات، من البريطاني إلى العراقي إلى الليبي إلى القطري إلى التركي، ونعوذ بالله من سوء المنقلب، وما من جهاز مخابرات لدولة تعادي السعودية إلا ركبت ظهره واستحمرت. انشق عن سعد الفقيه محمد المسعري، والتحق به بعد ذلك سلطان العبدلي. هذين الشخصين انشبوا في حلق سعد الفقيه وشتموه وشهروا فيه، وإذا قال يمين قالوا يسار، وإذا قال صح قالوا غلط. محمد المسعري بالذات مهذار كثير الكلام مشتت الفكر، تسمع له ساعة وما تدري وش يبغى، هل هو يبغى شريعة ولا ديمقراطية ولا سنة ولا شيعة ولا صحابة ولا رافضة، مع الكل وضد الكل. تسأله عن الانتخابات الأمريكية فيحدثك عن الوهابية، وتسأله عن غزة فيحدثك عن معاوية. أما سلطان العبدلي فأنا أعتبره البوك لمحمد المسعري، يحط معه صرافته وجواله وفواتير المغاسل، نفس طينة محمد المسعري، ما تدري هو وش يبغى، أهم شيء يصير معارض والسلام. انحاز محمد المسعري وسلطان العبدلي إلى إيران والشيعة انحيازا واضحا، ويبدو أنه بسبب الدعم الذي يتلقونه في بريطانيا، ربما خوفا من المستقبل، فلربما تتغير الأوضاع ويضطرون إلى الهروب من لندن، فلن تكون الواجهة لهم إلا إيران. وصار محمد المسعري ضيفا محببا على قنوات الشيعة لشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنقص من مذهب أهل السنة والجماعة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. التحق بما يسمى معارضة سعودية في الخارج شخصيات سبب معارضتهم قضايا شخصية فقط، فعلى سبيل المثال إلى الحصر عبد الله ابن سلمان العودة التحق بالمعارضة في الخارج بسبب سجن والده سلمان العودة، ولو كان أبوه غير مسجون كان شفته يتمشى في البوليفارد ويسنب. أيضا انضم للمعارضة السعودية في الخارج بسبب قضايا شخصية ناصر ابن عوض القرني، والذي التحق بالمعارضة بسبب سجن والده، ولو كان أبوه ليس مسجونا لرأيته في مدرجات فريقه الرياضي ويشارك في التيفو. هناك من التحق بالمعارضة السعودية في الخارج لقضايا غريبة وأسباب مضحكة. على سبيل المثال إلى الحصر المدعو وفوز، كانت هذه ماخذة راحتها في السعودية، وتصور يومياتها المخجلة مع الذكر المسمى زوجها، وتسوي إعلانات بالكوم ومستفيدة، وهذا المقطع أخف مقاطعها الخايبة مع الذكر المسمى زوجها. بعد إقرار وزارة الإعلام ما يسمى رخصة موثوق، وهي التي تمنح لمشاهير التواصل الاجتماعي حتى يستطيع الإعلان للشركات والمؤسسات، ولا يمكن أن يقوم بالإعلان إلا بهذه الرخصة، وإلا سوف يتعرض للمحاسبة، وتتعرض أيضا الشركة أو المؤسسة التي أعلنت عنده للمحاسبة أيضا. لم يتم منح فوز هذه الرخصة، صاحت وناحت وقامت وقعدت ونادت وترجت ودعت المظلومية وهضم الحقوق، ويوم ما نفع كل هذا الصياح اتجهت إلى لندن وصارت معارضة. ممن التحق بالمعارضة السعودية في الخارج لأسباب غريبة مضحكة المدعو صالح حمامة، والذي ترفض أخيرا وأصبح من أتباع ياسر حبيب، وقد تكلمنا عن قصته بالتفصيل في حلقات تجدها في هذه القناة لا حاجة لإعادتها. إذا كان الجيل القديم ممن يسمى معارضة سعودية في الخارج هو جيل سعد الفقيه ومحمد المسعري، وهو جيل أكثر تدينا من الجيل الحالي، لأنه تربية الإخوان والسرورية. فالجيل الجديد ممن يسمى معارضة سعودية في الخارج هو حرفيا جيل اللصوص والجواسيس والسراق والمتعاطين والسحاقيات والشواذ، وهم في الأغلب معارضة كندا التي يمولها جاسوس المخابرات الأمريكية سعد الجبري، والذي تكلمنا عن قصته في عدة حلقات في هذه القناة. الواجهة الإعلامية لسعد الجبري هو صبي سعد الجبري ومراسله عمر عبد العزيز، فهو قاعدي إذا كانت الموجة الإعلامية للقاعدة، وداعشي
إذا كانت الموجة الإعلامية لداعش، وإخواني إذا كانت الموجة الإعلامية للإخوان المسلمين، وسروري إذا كانت الموجة الإعلامية للحزب السروري. والآن أصبح حوثيا أكثر من عبد الملك الحوثي، لأن الموجة الإعلامية متجهة للحوثي، ولا ندري غدا أين سيتجه حسب الموجة الإعلامية القادمة. من أخس أعمال صبي سعد الجبري والتي طلب منه أن ينفذها وهو صاغر، تهريب الفتيات السعوديات إلى الخارج للضغط على الحكومة السعودية، وفعلا قام صبي سعد الجبري بعمله خير قيام، وقام بتهريب عدد من المراهقات وإنشاء منظمات وهمية لإيهام المراهقات أنهن تحت الرعاية والاهتمام، ولما هربن فعلا تخلى عنهن فوقعن فريسة للدعارة والمخدرات. يوصيهن صبي سعد الجبري عمر عبد العزيز بإعلان الإلحاد والمثلية أو العبور الجنسي ليتم قبول لجوئهن، قصص في غاية القذارة والانحطاط والسفالة، ولم يسلم من دناءته وسفالته حتى فتيات قبيلته، فسهل هروب عدد منهن بوعود زائفة ثم تخلى عنهن. هذا الخليط الغريب المسمى معارضة سعودية في الخارج، روافض ودواعش، إخوان مسلمين وسروريين وملحدين وجواسيس هاربين ولصوص مال عام ومختلسين ومتعاطين مفصولين من أعمالهم بسبب التعاطي، وهاربين من أحكام قضائية وشواذ وسحاقيات. تم تجميع هذا الخليط المعفن في حزب واحد سمي حزب التجمع الوطني، ووضع رئيسا له عبد الله بن سلمان العودة. وضع عبد الله بن سلمان العودة على رئاسة هذا الحزب ليس لمؤهلاته ولا لمكانته، بل من أجل اسم والده سلمان العودة. ضربت الخلافات هذا الحزب من لحظة إنشائه، والكل يريد التصدر والزعامة، فتهاوشوا على الغنيمة. هذا الحزب ولد ميتا أصلا، وكان فكرة حمقى، ورغم الضجيج الإعلامي حوله ومحاولة رفع أسهمه وتكبيره، إلا أنه الآن يحتضر أو قد مات فعلا، وذيل الكلب أكرمكم الله دايم عوج. عموما سنشاهد مزيدا ممن يسمون معارضة سعودية في الخارج، لأن سياسة الإنهاك مستمرة ولن تتوقف. وهذا الذي يخرج ويسمي نفسه معارض سيتم منحه معرف في تويتر فيه عدد كبير من المتابعين الوهميين لخداع المشاهد وإيهامه بمكانة هذه الشخصية، ويكتب له ما يراد أن يقوله أو التغريد باسمه في حسابه، ولكن بعد فترة سوف يخف بريقه ويفقد أهميته، لأن هذه سنة الحياة، ليظهر بعده شخص آخر يكرر نفس السيناريو، ليبقى ذلك المعارض القديم مشردا في بلاد هو فيها غريب الوجه واليد واللسان. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك. شوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.